لو انت شغال في شركة كبيرة فهتكون شخص من اتنين، يا إما واحد باصص لهدفه ومركز في شغله علشان يتطور ومرتبه يزيد ومكانته كمان تزيد، يا إما واحد تاني واخد قرار إن صاحب الشغلانة بيمص في دمه وجاي عليه وإنه عمال يكبر يكبر وإنت محلك سر. بص أنا معاك، وارد جدا كمان، بس صوابعك مش زي بعضها. يعني عندك مثلا شوكين هوسكاربا، مليونير برازيلي عنده فيلل وطيارات خاصة وقصور واستثمارات برا وجوه البرازيل. في يوم من الأيام الراجل صحي من النوم قال للموظفين بتوعه والإعلام كمان إنه قرر يدفن عربيته معاه لما يموت. أول حاجة طبعا هتيجي في بالك لما تسمع الراجل ده إنه مفتري، ما هو كان اتبرع بفلوس العربية للشباب وانتوا عارفين بتمنها تحل أزمة كام بيت. عايز أقولك إن الإعلام مسك الراجل ومعتقهوش. الفكرة إن البرازيل برضو بتمر بظروف اقتصادية صعبة والناس قطعوه حرفيا من كتر النقد. تخيل بقى ان الراجل طلع في الاخر عامل حتة كده من بتوع الافلام الامريكاني وقال للناس انتوا بتدفنوا معاكم حاجات قيمة اكتر بكتير من العربية، وطبعا هنا كان يقصد الاعضاء البشرية، علشان تتحول كل الانتقادات لإشادة كبيرة بالدور المجتمعي اللي تسبب فيه بدعمه قضية مهمة زي دي بطريقة ذكية جدا. طبعا الكلام ده مش في البرازيل بس، عندنا مجموعة العربي مثلا اللي قدمت حاجات كتير لبلدها في دور مجتمعي كلنا شفنا تأثيره في جنازة الأستاذ محمود العربي اللي أنشأ مدارس ومؤسسات خيرية وحاجات تانية كتير. وما نقدرش ننسى كمان روبن ويليامز اللي كان بيطلب من شركات الإنتاج توظف عدد من المشردين طول فترة تصوير الأفلام. شغل علي شغل علي.